اكسبيريونس انا انا ناجي الساحلي من سكان الزهرة مولود في الزهرة والاصل اصل يقولوا من جمال ما عندي حتى ما عندي حتى شيء من جمال جلس باهي ابار سا جو سوي فونكسيونير في الاس سي اف تي عندي باك مات تكنيك ومن بعد عملت une formation de chef de gare في الاس سي اف تي وي دوبوي جي في لا فونكسيون دو شيف دو gare في الاس سي اف تي جي تي معناتها تعرف في الاس سي اف تي من لافونتاج نتاعها اللي هي من الاول العبد لورسكيلي امبلوي يي بونس كو سي معناتها سي دور وكل شيء قال له معناتها يبدا يتحط في دي ريجيون اللي هما مش معروفين بالنسبة لي أنا البارتي هذيك يمكن عديت يمكن 18 عام في السيرفيس كار 18 عام جي فيزيتي أصعب بقايا في تونس اللي هما بالحق صعيبة في الحياة وفي الحياة اليومية مي إلي أفي سيتي دون لي زاني معناتها نحكي لكم عليهم هذوما من 83 حتى 91 تقريبا لا بريمير بيريود كي تي كسوا في وقت بورقيب ولا في وقت بن علي اللي يبي توت معناتها الناس كانت عايشه بصفه بدائيه خاصه لي ريجيون برا وبيرسون السودان معناتها كيما نقولوا احنا لو بيلو باش يمشي يتكلم على الناس هذوكم ولا باش يقول عليهم حاجه ولا باش يكتب عليهم حاجه لا صحافه لا ميديا لا حتى شيء من بعد هذاك عملت جي في معناتها ترقيت شويه في الخدمه نتاعي وليت نعمل ريجولاتور، ريجولاتور سي لو تيب كي ريجولاريز لي سيركيلاسيون في الجمهوريه التونسيه بون سيغتان فاسون. قريت على روحي عملت اون فورماسيون في اوتوكاد وعملت اون فورماسيون في الانترنت وكل شيء، وقتها الانترنت مازالت كي دخلت تونس 98 تقريبا 2000 وبديت جوتيليز انترنت. بالطبيعة فهمتني سما برمي باش نعرف شنو انترنت وقتها انا سبقكم بالحديث خاطر انا مليان صغير معناتها في لوسكو جيتي جون كوم فو كنا عندنا في دار شباب في الزهره عندنا اكتيفيتي مهوله عندنا اكتيفيتي عندنا عندنا دانس كلاسيك عندنا تمثيل عندنا فرقه نتاع غناء وقتها كانت خارجه كجيل جلال ومسريوان ما عادش كانت تعرفهم ولا معناتها غناء نوعا ما ملتزم ثوري دون سيتان فاسون في الايبوك هذيك وعندنا معناتها نتاع تصوير الشمس دونك انا باغ اكزومبل على 18 ans جيتي في فرقه التمثيل في الزهره في فرقه الغناء نتاع جيل جلال في الزهره اي جيكريفي دي شانسون اون عرب في الزهره اي جو فيزي دو لا فوتو دونك في الوقت هذاك تعلمت اول حاجه كنت نكتب برشا شعر فهمني الشعر بالعربي وبالفرنساوي بالعربي سيتي مون ديبي افيك كيما قلت لكم الفرقه نتاع الغناء هذه لكن اول اغنيه قدمناها في البلديه نتاع الزهره بحضور السيد الوالي سيتي تقريبا 78 الاغنيه تقول باش نقول لكم كلمات منها تقول نحن العرب ناس كبار وفي الدول عندنا قيمه نحن العرب ناس كبار وعلاش خليتوا بينا حطيناكم على الكراسي باش تسدوا علينا سد مسدود الكبار في شده يحمينا لكن خيبتوا ظنونا وتركتوا الكلاب ديارنا وجعلتوا منا ديار الغربه ديارنا وبلدان اوروبا مالنا بون سيتي دين فاسون ان تكست اللي هو وقتها احنا نوع ما ثوريين الغنيه هذه اول حاجه عملوها انهم وقفونا فرقه سي لا بروميير شوز خير والولي تغشش وقال يفو معناتها الناس هذوما طردوا عاد ما نتوش عليه من وقت بديت نكتب مي المشكل في الكتيبه نتاع الشعر ولا في اي نشاط في الوقت هذاك الكل يندثر علاش خاطر جون بو با ريبورتوري نحكي لكم طريفه صغيره طرفه صغيره ياسر اول ما عرست مرتي اول حاجه حلتها لقات عندي كتاب نكتب فيه شعر تاعي طيش خاطر شكري ميتي معناتها حاجات على الحب مسافر فصاح بعد الثوره هذيك وليت تكتب على الحب دونك اول حاجه كي خديت المراه اول حاجه عملتها لقات كراسة هذيك قطعت باهي من بعد كما قلت لكم عرفت انترنت في 2000 و2001 جو شارشي لو مويان باش انا معناتها كيما نقولوا احنا جو بوبليس كو جيكري رغم معرفتي وقتها اللي انا عملت شويه انترنت وكل شيء وثقافتي اللي هي محدوده ما نجمتش جو ني با بو كري ان سيت انترنت دو فاسون بور بوبليي اللي نكتب فيه ولا باش نحفظه
فهمني؟ وقعدت نلوش اونتر طون، مشيت حبيت نعمل باش نكتب كتاب وباش نخرجوا، نلقى متاهات كبيره ياسر، هاو حقوق البث، هاو حقوق الكتابه، هاو حقوق ندرى شنو، ومشي للاداره في، انا نسكن في الزهره، يبعثوني الاداره في جبل الاحمر، ومشي للاداره الاخرى في حسيلو، سيتي تري كومبليكي، ويلفو دو لارجون باش تعمل هذيك. بون معناتها بخلت عليها. لين اون 2005 عرفت شنو معناتها بلوك. اكتشفت في الانترنت ان هكايا نتبع، اكتشفت حكايه بلوك. ومن وقتها بديت مون برومي بلوك كو جي كريي هو myruby.com اللي هو توا بدلت اسمه لا بويزي دو ساحل. فهمني الشعر الساحل التونسي. جو بوبي دي معناتها جي كريي دي بوام ان فرونسي. من وقتها قعدت نكتب باللي بوام. من بعد جي في الوقت هذه الفترة خاصة الصعيبة هذه تاع الثورة وما سبق من 2008 تقريبا كل شيء، عرفت برشا دي بلوغر كما قال سي كريم، حسين عامر ولا سليم ولا لينا، ولا معناتها عرفت ناس اللي هما فريمون كي كومباتي لو طون اللي كانت الناس كل ساكته، الناس كل تخاف باش تتكلم، هما يزيكريفي لور اوبينيون في لي بلوغ نتاعهم ويخرجوا، ولا لي زوبينيون نتاعهم كان عندهم صدى كبير ياسر. كان عندهم لي سول ديجا في الوقت هذاك 2008 كي اون بارلي فريمون نتاع اللي صاير في الجنوب سيتي لي بلوغر. حتى وسيله اعلاميه اخرى ما ناويو لو كوراج دو ديفوزي سا ولا دون بارلي. بشويه بشويه جيكري دوتر بلوغ. من المشكلة نتاع لي بلوغ انك سي تو ناريف با اجيري سو بلوغ لا، سي تو ناريف با اذا ما توصلش باش تكتب في البلوغ نتاعك باش يكون البلوغ نتاعك اكتيف، يل بير سا معناتها كيما نقولوا احنا سا كريديبيليتي، ولا حتى يل بير الاسم نتاعو. فهمني؟ دونك ننصحكم انا حتى كان باش تعملوا بلوغ اسي دافوار ان سول بلوغ ولا ان بلوغ كوليكتيف كيما قال سي كريم اللي هما عندهم قيمة كبيرة برشا، انه كل واحد معناتها او موا تخدم او موا تنتج فك البلوغ هذاك بور كو طون بلوغ سوا توجور فيزيتي توجور معناتها اكتواليزي و توجور معناتها يبدا عنده وزن. هذه بصفة عامة الحكاية نتاع البلوغ. اللي ننصح الناس الكل انه في البلوغ اهم حاجة، اهم حاجة لوسكو وقت اللي تعمل كرياسيون دان بلوغ فوز اسي دو شيرشي ان نو ولا ان مع حاجه كي ديتيرمين، اول حاجه الحاجه اللي تحب تحكي فيها، خاطر اذا الموضوع اللي انت تحب تحكي فيه كسوا فوتو ولا كسوا شانسون ولا كسوا افلام ولا اي حاجه تحب تحكي فيها، يلزم تكون معناتها لازم نتاع البلوغ نتاعك يعني الحاجه ذيك، باش اي واحد يعمل ريسيرش في معناتها اي واحد باش يقرا مثلا كيما نقولوا احنا على تونس سيت بان بلوغ، معناتها ما فيش اسم تونس صعيب باش واحد يلقاه. دونك لا نوميناسيون دي بلوغ اللي تري ديترمينون في الكرياسيون دي بلوغ، معناتها كل واحد يعمل بلوغ ماذا بيه يبدا عنده فكره شنو على شنو يحب يحكي. فهمني؟ ويحط الاسم التيتر نتاع الموضوع نتاعو في الاسم نتاع البلوغ، باش اي واحد في العالم اجمع يسوي تيتر ريشيرش يسوفي باش يحط مثلا انا باش نعمل ريشيرش على البويزي، جو تروف مون بلوغ فاسيلمون، خاطر عندي بلوغ اسمه بويزي رومانتيك دو ساحل. فوالا دونك اوتوماتيكمون يطلع للناس هذوك، والناس هذوك تشوف، وكل واحد يشوف البلوغ نتاعك سي اون اوكازيون انه باش يعرفك وباش يعرف الافكار نتاعك وباش يعرف معناتها كيما كل واحد شنو تكتب. وحاجه اخرى ان كونساي ادوني اللي ما يلزمش حتى واحد يبخل انه باش يكتب اي حاجه. راهو الحاجات اللي برشا ناس يقول انا حكايه فارغه هذه، شنو باش نكتب مثلا على مرايات ولا شنو باش نكتب على دبوزه ميساج مي سان دو ريان دي نو سي با فري. اي حاجه اللي تراها ديبيل اللي تراها ربما معناتها ما عندهاش معنى، ما عندهاش قيمه في الوقت الحاضر ولا في مجتمعنا، الحاجه هذيك تنجم تكون عندها قيمه كبيره ياسر في نظر الناس الاخرين. كي كومون يل فون لير سا ولا كومون يل فون ترادوير سو كو فو سكريفي، فهمني؟ ولا كيفاش باش يشوفوا الفكره نتاعك. دونك معناتها اي حاجه اللي تصوروها اللي هي معناتها ما عندهاش قيمه يا خويا حطها وتو تشوف القيمه نتاعها بالتداول على الارتيكل هذاك باللي فيزيت اللي يسيروا للبلوغ نتاعك وبالناس اللي يقراوا بالناس كي كوماند سا. انا اهم والله صدقوني كل مره ونحل البلوغ نتاعي ونلقى ان كومنتير ما تصوروش قداش نفرح. اول حاجه خاطر علاش؟
كما قلت قبل انا المشكل في فيسبوك ان الواحد يتعدى التايم لاين تاعو، فهمتني؟ ممكن ياسر الارتيكل ولا حاجه تبدا بعد شويه ما عادش تشاف السويت نتاع لي زارتيكل والسويت نتاع التصاور ولا البوبليكاسيون، فهمتني؟ دونك مع حتى الناس اللي اقربائك يشوفوا ما يلقاوش الحاجه هذيك، كونش دا باش يرجع للباج نتاعك ويقعد يتبع الحاجات هذوك، وربما يقرا يبرون لو طون دو لير سو كو موزيكريفي اللي هو يكون كيل شويه، ربما يقول لك شي حداثه هذه باش نقعد نحكي فيها كيف. دونك معناتها اللي حبيت نقوله أن البلوغ اللي تريز امبورتون في الحكايه هذه انه كل واحد يحل البلوغ نتاعك دون سيرتان فاسون، معناتها يل فو ديكوفرير فوتر ايدي فوتر اسبيراسيون، الفكره نتاعك الحاجات اللي تحب تقولها ولا الحاجات اللي تعبر عليها اللي هي تعني دير ستان فاسون الناس الكل، واللي هي في اي وقت ينجم الواحد يشوف في انا بورت كل مامو يسوفي باش يلوج على كلمه معينه باش يخرج له البلوغ نتاعك الادرس نتاعو ولا الارتيكل نتاعك واللي ينجم يطلع عليه. حاجه اخرى بلاهي بالنسبه لكم انتم كجان يفوكو فو ساشي اللي البلوغ نتاعك كما قلت لك هي بيرسونيل مي اوسي سا ديتيرمين فوتر فوتر بيرسوناليتي ولا فوتر سي في افنير. علاش؟ طب مثلا في الشركات الامريكانيه لاحظنا المره الاخرى حكينا مع جماعه جو سبيسيالمون معناتها من برا انه في الخدمه في الامبلوا في برا في امريكا ولا في فرنسا ولا في اوروبا تطوروا انه السي في ني بلو سوفيزون اون دو افوار ان بلوك اللي هو يل ديمونتر بلوس لا بيرسون معناتها لا بيرسوناليتي نتاع السيد خير حتى من السي في اللي يقول فيه نامبورت كوا. البلوك سي لا رياليتي دو لا بيرسون معناتها سا تردوي بالضبط البشر اللي يحكي ولا يصور ولا يعمل سي تين ايماج ديريكت خير من السي في. ولو حتى الاختيار نتاع لي كانديدا نتاعهم ولو يربطوه بالبلوك. معناتها باش نقول لكم شنو اهميه البلوك في الحياه نتاع البشر. فوالا جيسبير اني نكون فيدكم وان شاء الله يكون الكلام يعجبكم وكاو، وانا ان شاء الله مرتاح للحاجه دي ان شاء الله. ميرسي يا كل الناس.